واحد بيقول انا متزوج من 6 سنوات ومعي بنت وولد وامرأتي عصبية جدا وتتحدث دائما بصوت عالي واحيانا كثيرة تسب وتشتم لاقل الاسباب، وصدقني بعمل كل ما في وسعي وحالتي المادية الى حد ما كويسة ولم يزر عني اي خطأ، فما الحل؟ شوف ايه السبب اللي بيخليها تبقى عصبية، ومن امتى بقت عصبية؟ يعني انتوا لما اتجوزتوا طبعا مرت عليكم ايام كنتوا فيها كويسين وبتحبوا بعض، امتى اتغيرت الحالة وبقت هي عصبية؟ اقعد معاها كده واسألها على رواقها.